بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ونشرة السادسة من قناة النادي الأهلي. أخذ حضراتكم للعناوين. كابتن محمود الخطيب يجتمع بكابتن حسام البدري والكابتن سيد عبد الحفيظ. سعد سمير يغيب عن الأهلي لمدة 10 أيام. والأهلي يستعد لمواجهة المقصة. عقد الكابتن محمود خطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مع الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اليوم الخميس. وجاءت الجلسة اليوم من أجل مناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. قال الكابتن حسام البدري المدير الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق قدم مباراة طيبة أمام الأسيوطي سبورت وحقق فوزا هاما يمنح الفريق دفعة نحو الاستمرار السعي لصدارة الدوري من خلال الفوز بكل المباريات المؤجلة من الأسابيع الماضية في المسابقة. وأوضح الكابتن حسام البدري أن الفريق قدم أداء قويا فيما لم تسنح للأسيوطي فرص حقيقية على مرمى حارس الفريق شريف إكرامي في الوقت الذي خسر فيه الفريق تغييرا مبكرا نتيجة إصابة سعد سمير ومشاركة محمد نجيب. وبعد ذلك تحسن الأداء ولاحت الفريق أكثر من فرصة في الشق الهجومي وكان الفريق قادرا على إنهاء اللقاء بنتيجة أكبر. للمزيد من التفاصيل في التقرير الثاني تصريحات الجهاز الفني عقب مباراة الأمس. مباراة مهمة وثلاث نقاط مهمين جدا وانا بقول يمكن فرقة الأسيوطي النهاردة دخلت مباراة بشكل كويس وبقول ثلاث نقاط صعبين النهاردة نتيجة طبعا إصرار الأسيوطي النهاردة تجنب الضغط الهجومي اللي ممكن فرقة النادي الأهلي تبتدي بيه وحاولت النهارده لكن يمكن ساعدناهم بحته الميس باص والضغط كان فيه كسور شويه في الشوط الاولاني والتحول من ناحيه الدفاع للناحيه الهجوميه برده كان فيه كسور شويه لكن يعني حصل تعديلات بين الشوطين برده في التعليمات شويه بنفس التشكيله اللي كانت موجوده لكن طبعا مع خروج سعد سمير للاصابه بس وده التغيير اللي حصل لكن الشوط الثاني كان افضل هجماتنا كانت افضل وكان بشكل واضح يمكن ما اكتملتش برضو بشكل جيد فكانت النتيجة وسير النتيجة طبعا بخلي الدوافع اللي موجودة عند فرقة الأسيوطي مستمرة ومجاه يعني هدف عبدالله طبعا أكيد كان مهم جدا وفي نفس الوقت الهدف بتاع أجاي يمكن اللي ما تحسبش أو يعني عدم إتاحة الفرصة ليه أعتقد كانت برضو قتلت المباراة بشكل كبير لكن أنا بحيي اللعيبة على ثلاث نقاط صعبين النهاردة وفي نفس الوقت بحيي الأسيوطي بالرغم طبعا يعني هم كان في نديه لكن ما كانش فيه هجمات واضحه ليهم او فرص قصدي يعني بقول ما كانش فيه فرص واضحه خالص ليهم على مدار المباراه تقريبا يعني. لقاء ام بي الأسيوطي المقصه تفاوت الفرق اللي بتواجهها في مستوياتهم كمستوى شخصي بالنسبه لفرقهم الاهلي بيتعامل معاها ازاي وانت حضرتك كابتن حسام الماتش اللي فات قلت الفرق كلها متساويه بالنسبه لك هل الموضوع ده واصل للعيبه تحديدا اللي ممكن اللعيب من جواه لو حس ان الفريق اللي قدامه اقل شويه في المستوى ممكن يعني يحس انه ممكن يخلص المباراه في اي وقت؟ خلينا نقول انا يعني كلمه متساويه دي عشان تتفهم بشكل صحيح متساويه لا في اختلاف في النواحي الفنيه ما بين لكن انا بقول متساويه في اهدافي انا في اهداف الفريق في التعامل في الاحترام الفريق المنافس فالتساوي بيبقى من الناحيه ديت يعني لكن التساوي الفني لا اكيد في اختلاف من فرقه لفرقه وفي نفس الوقت في اختلاف في العناصر في طريقه اللعب في الايجابيات والسلبيات اللي موجوده عند كل فرقه لكن اكيد زي ما انا بقول وارد جدا لعيبه النادي الاهلي النهارده ما كانش في تخاذل لكن كان في اخطاء في بعض الاشياء زي ما انا بقول الشوط الاولاني الضغط بتاعنا والميس باص اللي كان موجود ما كانش بيخلي حتى هجماتنا تكتمل بشكل جيد وفي نفس الوقت ما كانش فيه اصرار في هجماتنا بشكل يعني زي الشكل المعتاد
لكن كان في فرص برضو النهاردة. الأهلي طبعا بنشوف برضو من ناحية الهجومية عنده تميز، وفي الناحية الدفاعية والتوازن، لكن زي ما بقول يمكن الفوز اتاخر شويه، ده خلى يبقى في اصرار عند فرقه الاسيوطي. في نفس الوقت يعني هو طول ما المباراه، وتملي بقولها للاعبين، طول ما المباراه فيها تعادل وفيها قريبه في النتيجه، اكيد كل فرقه عندها طبعا دوافع مختلفه خالص قدام النادي الاهلي، فبالتالي هي دي اللي بتصعب علينا الامور يعني، واللعيبه فاهمه كده، فبتختلف من مباراه لمباراه. لكن 3 نقاط النهارده مهمين، هم صعبين يعني النهارده، لكن الحمد لله حصلنا عليهم باذن الله. الحمد لله. ايمن اشرف اثبت وجهه نظر حضرتك في انك جايبه في مستوى معين ومركز معين عايز تلعب بيه، لكن في نفس الوقت عكست معاك باصابه رامي ربيعه واصابه سعد سمير النهارده، هتتعامل ازاي في المركز تحديدا الفتره الجايه، خاصه ممكن ما يكونش في بدائل، فيش غير ايمن اشرف ومحمد نجيب؟ لا، ما انا في فترات كان نجيب مش موجود، وكنت بتعامل بسعد وايمن بس، وفي نفس الوقت اكيد عندي بديل، يعني عندي بديل من الناس اللي بتلعب في الاماكن الاخرى، وعندي عبد الله الشامي، فان شاء الله ما فيش مشكله ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن حسام. والسؤال الاخير، مباراه المقصه وفي السويس ان شاء الله، يعني هتتعامل معاها ازاي في الضغط القليل قوي 72 ساعة، وحتى انت حضرتك مش بدي راحة تاني يوم؟ احنا سعداء ما بنلعب في السويس، يعني السويسي احنا بنبقى سعداء بنلعب في السويس، لكن هي خارج يعني خارج ملعبنا، ومباراة مهمة قدام فريق مميز، وان شاء الله تركيزنا زي كل المباريات، واحترامنا زي احترام كل الفرق اللي بنلعبها، ان شاء الله باذن الله نبدا بكرة استعدادنا ان شاء الله، وان شاء الله نكون موفقين باذن الله. ان شاء الله. والمسابقة تنتهي مبكرا بالنسبة للأهلي عشان لسه بدري يعني، لا مش عملية، لسه المسابقة طويلة ولسه المسابقة صعبة واللعيبه فاهمه الكلام ده، لكن خلينا نفكر خطوه بخطوه. 3 نقاط مهمين جدا بالنسبه لنا، كل المباريات المؤجله بالنسبه لنا مهمه، يعني ان شاء الله مكسبنا ليها نتصدر المسابقه. يمكن النهارده الاداء مش زي المباريات اللي فاتت، وده طبيعي في كره القدم، انت عندك كل 3 ايام مباريات، وارد يبقى الكيرف يعلى وينزل شويه، ده طبيعي جدا في الكوره، اللعيبه بتلعب ماتشات كتير ورا بعض. ومش عايزين ننسى برضو يعني يمكن فريق الاسيوطي، الناس شايفه ان اسمه ممكن يكون فرقه يعني سهله، ولكن علي عامل فرقه كويسه وعندهم دوافع وعاملين نتائج كويسه، وبالنسبه لنا الحمد لله في النهايه انت خدت الغرض من المباراه، وده الاهم يعني. الهدف الثاني اللي احرزه جونيور اجايي، وكان داخل والحكم جهاد جريشه حسبه فاول، الكره كانت شكلها ايه، او الكره كانت ايه المشكله اللي فيها، لان احنا شايفين هي تحت فرصه، ولا المفروض كان يحسبها هدف، ولا اعتقد من وجهه نظر طبعا يعني ان كابتن جهاد يمكن اتسرع شويه في الصفاره، عشان كده اتحسبت فاول، يمكن لو كان تأنى شويه كان ممكن يبقى في قطعه فرصه ويتحسب هدف، ولكن يعني زي ما اللعيبه بتغلط والحكام ورد تغلط يعني مش مشكله. تحت المباريات والتدوير، ده اللي خلاكم تدوا الفرصه او تريحوا وليد سليمان واحمد فشحي في مباراه النهارده ويكون مش موجودين في القائمه؟ يعني انا قلت لك عندنا مباريات كتير، عندنا ضغط مباريات طبيعي، عندنا يعني تدوير للعيبه، ولكن يعني بما يتناسب مع المباريات وحجم المباراه بتلعبها واهميتها وانت عاوز ايه المباراه يعني، وما يضرش الفرقه خالص يعني. انت فوت مستوى الفرقه اللي بتقيم بيه عن الاسيوطي عن المقصه المباراه القادمه، في اللحظات دي ايه اللي بتقولوا للعيبه في المحاضرات، او ايه اللي بتوجهوا لهم؟ طبعا احنا بنحضر لكل مباراه يعني، وبنحترم كل الفرق، ما بنبصش لاسم الفرقه، بنجهز اللعيبه بشكل كويس، توفيق ربنا يعني بيكون معانا. انت بتاهل اللعيبه ان المشوار لسه طويل، مهم جدا مكسب كل المباريات، وده طبيعي في شغلنا في النادي الاهلي خاصه، يعني انت كجهاز وتكون عاوز تكسب طبعا كل مباراه بتشارك فيها وكل بطوله بتشارك فيها، وده لازم توصله للعيبه، ولكن عندك رؤيه معانا يعني وظروف معانا لازم تتعامل معاها من خلال المباريات طبعا يعني. احداث المباراه هي اللي بتسهل اللقاء او تصعبه يعني. سيد، يمكن استاد القاهره من الملاعب اللي بقالنا فتره ما بنلعبش عليها، في لعيبه كتير جدا بتلعب في الاهلي بقالها اكتر من 2 3 سنين، لكن اول مره في الاستاد، عايز اعرف يعني ردود فعلهم وطبيعه المشاركه على الاستاد هنا في استاد القاهره، والجهاز الفني بيتكلم مع لعيبه، يعني واحد مثلا زي عمرو السوليه، لعيبه كتير في الاهلي بقالها 2 سنين اول مره تلعب على الاستاد، جونيور اجايي، وليد ازارو، الجهاز اتعامل معاه ازاي مع هذه المساله مع هذه اللعيبه؟ يعني حاجه كويسه، عمرو السوليه خلي بالك لعب على الاستاد كتير يعني، هو بيلعب سواء كان مع ما هو في الاسماعيلي بس لعب على الاستاد يعني. يعني الملعب طبعا كويس، استاد السلام كمان رائع جدا جدا جدا، برج العرب ممتاز جدا جدا يعني، فهي كل 3 ملاعب احنا خضنا فيهم ولعبنا فيهم وحققنا فيهم انتصارات يعني، وثلاث ملاعب من الملاعب اللي بنجيد فيها يعني. فخلينا نروح للاهم بالنسبه لنا، هو المباراه ايا يعني كان بقى الملعب اللي هتلعب عليها، يعني عندنا المباراه اللي جايه مع مصر المقصه في السويس لحد دلوقتي، فبالتاكيد يعني ايا كان اللقاء انت بتشتغل له بتستعد له يعني.
دلوقتي في امكانيه مباراه تتلعب في القاهره يبقى في الاتفاق مع المقاصه زي ما حصل الموسم الماضي ولا لسه؟ دي حريه طبعا لمصر المقاصه اللي هم مطلق الحريه القرار قرارهم يعني ده مباراتهم يعني. هدف اجاي كان اعتراض الجهاز الفني للاهلي على ايه بالظبط؟ انا مش بلاحها مش فاهمها يعني مش هضمها يعني في حاجه يعني دايما في 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 اتاحه الفرصه يعني كل ما قربت من المرمى يعني مرمى الخصم بتديك اتاحه فرصه بيقول لك 3 ثواني اتاحه فرصه 3 ثواني اتاحه فرصه ده احنا ما استناش ثانيه واحده لحظه يعني فاتاحه الفرصه جايه منين يعني القانون يعني هو مش قانون بنحفظه خلاص يا جماعه القانون يا نفهمه كويس يعني بمعنى ان يعني اتاحه الفرصه عشان تبقى فيه في لعبه افضل او تدي لك فرصه ان انت بدل ما تاخد فاول او تاخد ضربه حره مباشره او غير مباشره ايا كان الوضع يعني ممكن تبقى تسجل يعني طب انا رايح داخل ال 18 تمام ولو هو نفس المبدا كده يعني في واحده مليون في الميه ما حدش هياخد باله منها مليون في الميه في واحده الاجاييه برضو الشوط الاول كانت ممكن تحسب ضربه جزاء لو انت بتحسب من اللحظه الاولى يعني في واحده في شده من تيشيرت الاجاييه مش فاكر دي بالظبط كام لكن كانت في الشوط الاول لو انت بتاخد من اللحظه الاولى طب ما هو في مسك هنا او في شده هنا وكمان ضربه الجزاء الى حد علمي يعني ما فيهاش اتاحه فرصه يعني. طمن معاك على سعد سمير لو في اخبار جديده عن سعد في التوقيت الحالي. سعد كدمه في الرباط الداخلي هيعمل اشعه دلوقتي حالا ان شاء الله مش هتزيد عن ان هو تكون جزء في الرباط الداخلي ان شاء الله مش هتزيد عن كده باذن الله. انا اطمن منك على علي معلول يعني علي كان مصاب راح لمنتخب تونس لعب رجع اطمننا خلاص هيلعب لا بعت تاني وعايزين نعرف هيرجع امتى وايه الموضوع؟ نازل معانا ان شاء الله من بكره باذن الله مع التدريبات الجماعيه ان شاء الله. تدريب ولا في اجازه بالنسبه للفريق؟ لا عندنا تدريب عندنا مباراه مصر المقاصه انت عارف يوم الاحد اللي جاي ومباراه من الفرق الصعبه بالتاكيد من الفرق اللي يمكن بدايتها ما كانتش كويسه السنه دي على عكس نهايتها السنه اللي فاتت او الموسم اللي عدته السنه اللي فاتت لكن في الفتره الاخيره المباراه الاخيره كانت رماد النحاج رماد سليمان عمل مباراه رائعه جدا وكبيره جدا وقدر ان هو يحقق يعني نتائج كبيره الى حد كبير فمباراه مصر المقاصه المباراه الصعبه ايا كان هنلعبها فين بقى لكن في النهايه احنا عندنا دوافع ليها واهداف ان شاء الله نحققها فيها باذن الله. السؤال الاخير مروان محسن متى ان شاء الله يكون برضه مجهز للمباريات باذن الله؟ كويس السلام عليكم الحمد لله كويس الحمد لله. عارف الاسئله دي الجمهور دايما بيسالها يمكن احنا في التمرين بنتابع التدريبات دخل في المشاركه الجماعيه لكن اكيد السؤال ده بيتسال كل يوم امتى نشوف مروان امتى نشوف مروان؟ تمام لكن بعده عن التدريبات فتره طويله عمل له اجهاد بالتاكيد يمكن الحمل البدني اللي كان خده في خلال خمس ست تدريبات طبعا مريح بقاله 9 شهور دلوقتي مروان عمل العمليه في 21/2 فانت داخل دلوقتي في بتتكلم في 12 يعني داخل على 10 شهور يعني فوضعه طبيعي جدا لكن هو برضه ان شاء الله احنا خلال يومين هيبقى معانا باذن الله. انتظم علي معلول ومروان محسن لاعبا الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه للفريق التي اقيمت اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيره وكان معلول قد اصيب بتمزق في العضله الخلفيه بينما تعافى مروان محسن من الاصابه بقطع في الرباط الصليبي ولم يشارك الثنائي في التدريبات الجماعيه خلال الايام الماضيه. قال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي ان الاشعه التي اجراها لاعب الفريق سعد الدين سمير على ركبته اثبتت اصابته بشد في الرباط الداخلي للركبه واضاف طبيب الاهلي ان الاشعه كشفت عن غياب سعد سمير عن المران الجماعي لفتره تصل ما بين اسبوع الى 10 ايام. أوضح كابتن أحمد أيوب المدرب العام لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي سبب خروج الثنائي أحمد فتحي ووليد سليمان من قائمة الفريق التي خاضت مباراة أمس أمام الأسيوطي وقال كابتن أيوب أن السبب يرجع إلى ضغط المباريات ورغبة الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري في عدم تعرض اللاعبين للإجهاد خاصة أن الفريق يخوض مباراة كل 3 أيام وأوضح أيوب أن تلاحم المباريات والإصابات التي تعرض لها اللاعبون وراء التغيير الدائم للجهاز الفني في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي.
اكد كابتن سعيد معوض المدرب المساعد في الفريق الاول لكره القدم من نادي الاهلي انه لا يوجد اي لاعب في الفريق يضمن له مكانا خاصا في التشكيل الاساسي الا بادائه. واضاف معوض الى ان كل لاعب سيحصل على فرصه طالما يجتهد في التدريبات، وشدد على سعادته بالفوز الذي حققه الفريق امس على فريق الاسيوطي واقترابه من صداره الدوري العام. كابتن احمد ايوب المدرب العام للفريق الاول بالنادي الاهلي قال ان محمد الشناوي حارس مرمى الفريق سيخضع الى اختبار طبي غدا الجمعه من اجل التاكد من جاهزيته لمباراه الفريق المقبله امام مصر المقصه. وكان محمد الشناوي قد اصيب باجهاد في العضله الضامه خلال مباراه الفريق الماضيه امام ام بي، وغاب عن مواجهه امس امام الاسيوطي حارس مرمى الفريق محمد الشناوي. خاض لاعبو الفريق الاول لكره القدم من نادي الاهلي الذين شاركوا في مباراه الاسيوطي تدريبات استشفائيه على هامش مروان قصر يوم الخميس بملعب مختار التتش بالجزيره. استعد النادي الاهلي لمواجهه مصر المقصه يوم الاحد المقبل ضمن اللقاء المؤجل من مباريات الجوله الثانيه بمسابقه الدوري الممتاز. معنا على الهاتف زميلنا امير هشام ومراسل قناه النادي الاهلي من ملعب النادي الاهلي مختار التتش. مساء الخير يا امير. مساء النور عليك يا محمد، ومساء النور على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. عايزين نعرف منك اخر اخبار تمرين النادي الاهلي اليوم. طبعا النهارده الفريق استأنف تدريباته عقب الفوز امبارح على فريق الاسيوطي نتيجه 1-0. النهارده المران كان بالتحديد تمام الساعه 3:30 عصرا. التدريب كان عباره عن بعض التدريبات الاستشفائيه للمجموعه اللي شاركت بشكل اساسي في مباراه الامس، وتدريبات بدنيه قويه للمجموعه اللي ما شاركتش بما فيهم البدلاء اللي شاركوا في الشوط الثاني في مباراه الاسيوطي بالامس. وبالتالي اكيد تدريبات مهمه بالنسبه للفريق خلال الفتره الحاليه في ظل تواصل وتوالي المباريات بشكل مستمر بالنسبه في بطوله الدوري، والاستعداد الاهم للمباراه المقبله امام فريق مصر المقصه، خصوصا المباراه دي ان شاء الله هي تعتبر اكيد مباراه مؤجله بالنسبه للنادي الاهلي. لو قدر فيها النادي الاهلي هيوصل لصداره بطوله الدوري كالمعتاد، وان شاء الله تكون خطوه مهمه جدا للاستمرار في الحفاظ على القمه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. هيكون لسه عنده كمان مباراتين مؤجلين في بطوله الدوري، فممكن في فرصه بالنسبه للنادي الاهلي ان هو يفرق بعدد نقاط كويس في المرحله الحاليه في بطوله الدوري. لكن بشكل عام الامور ماشيه بشكل جيد جدا بالنسبه لجميع اللاعبين بالنسبه للنادي الاهلي. لكن يا محمد لو هنتكلم على الاصابات بالتحديد، او لو هنتكلم عليه هو سعد سمير. سعد سمير زي ما شفنا امبارح تعرض لاصابه قويه شويه في الركبه في مباراه الامس، ما قدرش ان هو يشارك في او يكمل المباراه، فبالتالي جاله جزع في الركبه هيغيب من خلاله مده من 2 لـ3 أسابيع. من خلالهم ان شاء الله يرجع سعد سمير للتدريبات الجماعيه بالنسبه للنادي الاهلي. النهارده شارك لاول مره في التدريبات الجماعيه علي معلول بعد غياب فتره بسبب مزق في العضله الخلفيه، وشارك كمان في التقسيمه اللي كانت مع نهايه المران وادى بشكل جيد. لكن ما اعتقدش ان الكابتن حسام البدري هيستدعيه للمباراه المقبله، ان هو من الناحيه البدنيه لسه مش جاهز بشكل كبير، وفي ظل ايضا تالق صبري الرحيل في الفتره الاخيره ومشاركته بشكل اساسي. بالنسبه لرامي ربيعه لسه قدامه اسبوعين تقريبا نفس الحال، لا رامي ربيعه هيكون قدامه اسبوع، هشام محمد هيكون قدامه اسبوعين ان شاء الله ويشاركوا في التدريبات الجماعيه. امير ابرز فقرات التمرين النهارده كانت بتشمل ايه؟ هو زي ما قلت لك يا محمد هي التدريبات كانت استشفائيه بالنسبه للاعبين اللي شاركوا في المباراه، في المقابل كانت تدريبات بدنيه في بعض تدريبات الكره، كان في بعض تدريبات التسديد على المرمى تحت اشراف كابتن حسام البدري، واكيد في نهايه المران كان في تقسيمه وشارك فيها اللاعبين بشكل جيد جدا وتالق اكثر من لاعب يمكن ابرزهم احمد الشيخ. لكن خليني يا محمد بس اكمل لك جزئيه الاصابات دي، جزئيه بتهم جمهور النادي الاهلي بشكل كبير. محمد الشناوي يعني بكره هيكون ليه اختبار
الطبي تحت اشراف دكتور خالد محمود ده طبيب الفريق، هيتحدد من خلاله امكانيه عودته للتدريبات مع كابتن طارق سليمان ولا لا، لكن الاقرب ان شاء الله ان هو يقدر يجتاز اختبار الطبي بكره ان شاء الله ويشارك في التدريبات بشكل طبيعي. عمرو بركات عنده اجهاد في العضله الخلفيه، النهارده ايضا كان عنده بعض التدريبات العلاجيه تحت اشراف الدكتور طارق عبد العزيز اخصائي العلاج الطبيعي. خليني ايضا اقول لك ان بكره هيكون في مران صباحي بالنسبه للنادي الاهلي الساعه 8:30 صباحا، وهيحضره الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ان شاء الله، هيحضر مران الغد وهيستمر ان شاء الله النادي الاهلي استعداداته للمباراه المهمه المقبله امام فريق مصر المقاصه ان شاء الله يوم الاحد. زميلنا امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا.